من أكتر المشاكل اللي بتقابلنا في فصل الصيف موضوع الري، وخصوصا إن التربة بتجف يوميا، يعني إحنا بنحتاج إن إحنا نروي التربة ممكن مرتين، مرة الصبح ومرة آخر النهار، ولو تأخرنا ممكن نرويها كل يوم، وده موضوع يعني بيسبب إزعاج لكل الناس. ده بالإضافة لموضوع تاني مهم جدا، إن إحنا بنضيف أسمدة للنبات والنبات ما بيلحقش إن هو يستفيد منها. ليه؟ لأن كل الأسمدة اللي إحنا بنضيفها للنبات في الأصيص بتنزل من فتحات تصريف، يعني النبات ما بيستفيدش منها بشكل كامل. وعلشان كده احنا النهاردة معانا فكرة في منتهى البساطة ولكنها ليها فوائد عديدة وفوائد قيمة، وهتوفر علينا عملية الري وهتخلي التربة تحتفظ بأكبر نسبة من الرطوبة، وكمان هتخليه تحتفظ بأكبر نسبة من الأسمدة، وهتوفر علينا إضافة الأسمدة بشكل دوري. الإسفنجة اللي احنا بنستخدمها في غسيل الأواني في المطبخ ممكن نستخدمها مع النبات، هتدينا فوائد وهتدينا نتائج مبهرة. مش شرط ان احنا نستخدم الإسفنجة بتاعة المطبخ، لو عندنا أي نوع تاني كمان من الإسفنج مش مشكلة ممكن نستخدمه، لان احنا كده كده هنحطه في التربه مش هيأثر معانا، حتى لو كان قديم مفيش اي مشكله فيه خالص، هناخدوه زي ما انتم شايفين ان احنا ناخده قطع صغيره ونبتدي ان احنا نحطه في القصيص. وزي ما احنا عارفين ان الاسفنج بيحتفظ بالميه لفتره طويله وكمان بيحتفظ بالاسمده لفتره اطول، وده هيخلي التربه طبعا رطبه بشكل مستمر وخصوصا في فصل الصيف. بالاضافه ان كميه الاسمده اللي احنا بنحطها للنبات و80% منها النبات ما بيستفيدش منها، لا ده هو الاسفنج هيبتدي ان هو يمتص المغذيات ويمتص الاسمده ويحتفظ بيها، ويبتدي النبات ان هو يتغذى عليها على مدار اليوم. هجيب الاصيص اللي انا هزرع فيه زي ما انتم شايفين في فتحات تصريف بشكل كويس، وابتدي ان انا احط فيه طبقه تربه خفيفه خالص. هنستخدم قطع الاسفنج ونبتدي ان احنا نحطها فوق طبقه التربه بشكل كويس. نبتدي ان احنا ننقل النبات المزروع عندنا في اي قصيص ونحطه في القصيص اللي هو فيه الاسفنج، وممكن كمان نزرع بشكل مباشر في القصيص اللي فيه الاسفنج، هيوفر علينا كتير وهيوفر علينا مجهود وهيوفر علينا كمان مشكلة الري. هنبتدي ان احنا نشيل يعني طبقة خفيفة من التربة في القصيص عشان ندي فرصة للجذور ان هي تنتشر بشكل كويس، وكده النبات هيحتفظ باكبر نسبة من الرطوبة وكمان اكبر نسبة من الاسمدة. هنوفر على نفسينا طبعا إضافة الأسمدة بشكل دوري، والنبات بالشكل ده هينمو بشكل أسرع وبشكل ملحوظ. موضوع بسيط ولكنه في نفس الوقت مفيد. ياريت تشاركني رأيك في التعليقات علشان المنفعة تعم على كل الناس. أشوفكم إن شاء الله الفيديو القادم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.